التعليم الفني والتأهيل الإعلامي في مركز 4. هذا المبنى يتكون من طابقين، الطابق الأرضي اللي احنا متواجدين فيه حالياً، ده فيه قاعتين للمواهب في مجال الرسم والنحت والمشغولات اليدوية، في قاعة الموسيقى، في قاعة الكهرباء والطاقة الشمسية، وهي قاعة مخصصة لتدريب النزلاء على فك وتركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية، في ورشة تفصيل ملابس، وفي ورشة في مجال الحدادة والسباكة والنجارة. الطابق العلوي وهو في قاعة محاضرات، قاعة مخصصة لعقد لقاءات وندوات مع النزلاء لتصحيح وتقويم المفاهيم الخاطئة لديهم. يوجد ايضا فصول المدرسة الثانوية الزراعية، هذه المدرسة انشئت بناء على التدخل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنح الطالب النزيل دبلوم فني زراعي عقب دراسة مدتها 3 سنين. في قاعتين للامتحانات، يوجد مكتبة وتضم عدد من الكتب في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والدينية. يوجد مصلى كنسي للنزلاء الأقباط لممارسة شعائرهم الدينية، وهي وسائل الإصلاح والتأهيل المختلفة التي يتم منحها للنزلاء حال فترة تواجدهم في المراكز حتى يتمكنوا من خلال اكتسابها من الإنفراد الكريم في مدارج المجتمع. يستهدف المشروع تلبية الاحتياجات الهامة والضرورية من ملابس ومهمات اللازمة لوزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية ودعم المنطقة الصناعية. المصنع يحتوي فندم على 160 ماكينة. النزلاء اللي بيتم تدريبهم وتعليمهم وتأهيلهم داخل المصنع هم اللي بيقوموا بتنفيذ هذه المعروضات الأمام سعادتك. نتفقدها مع سيادتكم. هتلاحظوا هنا يا فندم في ألوان مختلفة، زي اللون اللبني، زي اللون الرمادي. المصنعين من النزلاء في كل مهنة ليهم زي مختلف. اللون الرمادي مثلا أمام سيادتكم ده النزيل الإنتاج الصناعي، يعني مثلا داخل المصنع هنا النزيل بيرتدي الأفرول أو العفريتة الرمادي. بالنسبة للأفرول اللبني، النزيل اللي بيشتغل في الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أو الداجني بيرتدي اللون اللبني. أمام سيادتكم برضو هنا نزيل الخدمات ده اللي هو اللون الزيتي اللي هو بيعمل في المطبخ أو في الفرن. إلى جنبه اللي هو الأفرول الأصفر أو العفريتة الصفرة، ده النزيل الإنتاج الزراعي. بجانب بعض المعروضات الأخرى بقى زي بدلة النزيل، بدلة التحقيق، طبعا العباية الخاصة بالنزيلة. بجانب معروضات أخرى برضو بيقوم المصنع بتنفيذها مثل المفروشات، الملايات، الفوط، بلاطي أطباء. في شغل ميري برضو بيتم تنفيذه. جميع الوحدات مجهزة بسريج كهربائي متعدد الحركات، جهاز لمتابعة العلامات الحيوية، سرنجات ومضخات وريدية كهربائية، جهاز تنفس صناعي، وفراش تولي مزود بجهاز صدمات كهربائية القلب. تصرف على الأجهزة الطبية ومكونة العيادة الأرض. تبدأ باي مايكروسكوب، مصباح الشرق الضوئي لتشخيص أجهزة العيون المختلفة، بدلا من القرنية والفصحية والشبكية والعصب البصري، باستخدام أعزات بعدسة 90 مايكرو كوبتر، بعدسة ثلاثية الملاءة 3 ميرور لينز لتشخيص المياه السرطان الناتجة عن ارتفاع ضغط العين، فوتو ريفراكت كراتوميتر الكمبيوتر الخاص بقياس ضعف النظر، وبعد القرنية لتحديد النظارات الطبية، شارك بروجيكتور لوحة العلامات الإلكترونية المضيئة متعددة الأنظمة لتحديد قياسات النظارات الطبية وبكل دقة باستخدام العدسات المتخصصة لذلك، تشمل عدسات طول النظر وقصر النظر الأستجماتيزم وعدسات الحول وانحراف العين. إندايركت أوبثالموسكوب منظار فحص قاع العين غير مباشر لتشخيص اعتلال الشبكية والعصب البصري لمرضى السكر وضغط الدم، إذ يتمكن عمل قياس وفحص قاع العين لدى المرضى المحجوزين بالقسم الداخلي ورعاية المركز.